فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في صلاة الجمعة ونحن في الصلاة في الركعة الأولى، لما سجد الإمام السجدة الأولى انقطع مكبر الصوت فلم نسمعه إلا وهو يقرأ في الركعة الثانية بالفاتحة، فقمنا معه مباشرة وأكملنا الصلاة وسجدنا بعد السلام سجود السهو، يقول: فهل فعلنا صحيح؟ لا، ما يعوض عن السجدة، السجدة ركن من أركان الصلاة، لا يعوض عن سجود السهو. فأنتم تأتون بركعة كاملة بعد ما يسلم الإمام، تأتون بركعة كاملة قضاء ثم تسلمون. لو أنكم لما سمعتم قراءة الإمام سجدتم ثم قمتم ولاحظتم بالإمام لا حصل المطلوب، تمت صلاتكم. نعم.